بانوراما الأسبوعية نقدمها لكم من قناة جامعة جنوب الوادي. أهلا بكم. وفد صيني يزور كلية الألسن بالأقصى. بدء فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع. الجامعات المشاركة في مهرجان كرة السرعة تدين الإرهاب. ختام مهرجان كرة السرعة التاسع بالغردقة. شهد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي والمستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة حفل ختام المهرجان التاسع لكرة السرعة للجامعات العربية، والذي نظمته جامعة جنوب الوادي في الفترة من 23 و27 إبريل لعام 2017 بمشاركة 11 جامعة حكومية وخاصة بمدينة الغردقة، حيث أكد رئيس الجامعة على أهمية إقامة المهرجان لما يحققه من تواصل بين الطلاب ويساهم في إثراء الأنشطة الطلابية التي تسعى الجامعة بإقامتها سنويا. وأشار أن ختام المهرجان التاسع لكرة السرعة يأتي تتويجا للأنشطة القمية التي نظمتها الجامعة خلال العام الجامعي الحالي، وقدم الشكر لرئيس الاتحاد لكرة السرعة ونائب رئيس الاتحاد المصري الرياضي للجامعات وسكرتير عام الاتحاد على ما قدموه من دعم لنجاح هذا المهرجان. وأعرب المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة عن سعادته بحضور هذا المهرجان والدعم الذي يقدمه رئيس الجامعة لهذا المهرجان، وقال أن الاتحاد سوف يقوم بإدراج كرة السرعة في بطولات الجمهورية التي ينظمها الاتحاد للجامعات المصرية، وأشار أن هذا المهرجان يتزامن مع افتتاح البطولة الأفريقية الثانية لكرة السرعة بمشاركة 13 دولة أفريقية بمدينة الغردقة. وقدم الدكتور صبحي حسني نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات الشكر لجامعة جنوب الوادي على دورها المتميز في تنظيم اللقاءات، وقدم الشكر للجامعات التي حرصت على المشاركة في هذا المهرجان. وأعلن الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن الترتيب العام للجامعات المشاركة في منافسة مهرجان كرة السرعة التاسع أسفرت عن فوز جامعة عين شمس بكأس المركز الأول وفوز جامعة القاهرة بكأس المركز الثاني، بينما فازت وزارة التعليم العالي بكأس المركز الثالث. وفي نهاية الاحتفال قام رئيس الجامعة بإهداء درع المهرجان لضيوف الجامعة والجامعات المشاركة ووكيل كلية التربية بالغردقة ورئيس لجنة الحكام لكرة السرعة والطلاب الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى. وقام المستشار عمرو حسين بإهداء درع الاتحاد المصري لكرة السرعة لرئيس الجامعة وضيوف المهرجان. حضر الاحتفال الدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد والدكتور أحمد كمال نصاري عميد كلية التربية الرياضية بقنا ووكلاء كلية التربية الرياضية وتربية الغردقة وعمر مصطفى مدير عام رعاية الشباب المركزية بالجامعة وحشد كبير من الطلاب. قامت الجامعات العربية المشاركة في المهرجان التاسع لكرة السرعة والتي تنظمه جامعة جنوب الوادي والمقام بمدينة الغردقة بإصدار بيانا أكدت فيه إدانتها للأعمال الإرهابية التي حدثت وراح ضحيتها العديد من شهداء الوطن، وأعربوا عن مساندتهم ودعمهم للقيادة السياسية في محاربتها ضد الإرهاب والإرهابيين، مؤكدين أن الإرهاب لن ينال من وحدة الشعب المصري. وأكدوا أيضا أن كل شباب الجامعات يقدرون الجهود التي تقوم بها الدولة في دعم التنمية وتحقيق الاستقرار، وأعربوا عن شكرهم لمحافظة البحر الأحمر وجامعة جنوب الوادي على تنظيم هذا المهرجان الذي يدعم ويساهم في تنشيط السياحة ليؤكد للعالم أن مصر ساحة الأمن والأمان. بدأت بمدينة الأقصر فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع، والذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والسيد حلمي نمنم وزير الثقافة والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي خلال الفترة من 23 ل 25 إبريل عام 2017 بعنوان الفن والهوية بين التراث والمعاصرة. وفي كلمته بحفل الافتتاح أكد الدكتور محمد بدر على أهمية الفن والثقافة في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع في الوقت الراهن، مشيرا إلى الجهود المبذولة في مجالات التطوير والتجميل بمحافظة الأقصر وكذلك في مجال محو الأمية وتعليم الكبار،
مؤكدا على التعاون مع جامعة جنوب الوادي في مختلف المجالات وتوجيه كافة الجهود لخروج جامعة الأقصر للنور. وتحدث الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من النخبة المتميزة من الفنانين المشاركين بفعاليات المؤتمر، وطرح الأفكار والرؤى في أعمال التطوير التي تقوم بها محافظة الأقصر، وأشار إلى مشاركة 165 باحث بفعاليات المؤتمر من عدة دول عربية. وأشار رئيس الجامعة إلى أن المؤتمر يتناول عدة محاور منها الفن والتراث والخدمات وتطوير قطاع السياحة وتطوير أيضا أساليب التعليم في مجالات الفن والتصميم. التقى الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي بوفد من لجنة التعليم من مدينة بكين وذلك بكلية الألسن بمدينة الأقصر. وأكد رئيس الجامعة على اهتمام جامعة جنوب الوادي بتعزيز العلاقات الثنائية مع الجامعات الصينية في مختلف المجالات الأكاديمية، وأشار إلى أن الجامعة تعتزم إنشاء قسم للغة الصينية بكلية الألسن بالأقصر، مشيرا إلى أن إنشاء هذا القسم سيكون نواة لمزيد من التعاون مع الجانب الصيني في مختلف المجالات الثقافية. وأكد رئيس الجامعة أن هناك اتفاقيات مع جامعات صينية وهناك منح دراسية للعديد من الباحثين المصريين، وتسعى الجامعة إلى زيادة التعاون في المنح الدراسية وتبادل الخبرات وإقامة فعاليات ثقافية مشتركة. وتحدث ليو يو رئيس وفد لجنة التعليم لمدينة بكين عن دعم لجنة التعليم لمختلف أوجه التعاون المشترك مع جامعة جنوب الوادي والسعي لتعزيز العلاقات من خلال زيادة المنح والفرص البحثية بالجامعات الصينية ودعم المكتبات بكتب تمثل الثقافة الصينية. وقدم الدكتور ربيع سلامة المشرف على كلية الألسن بالأقصر عرضا عن الكلية تناول فيه تاريخ إنشاء الكلية وأعداد الطلاب والأنشطة التي تشارك بها الكلية وأوجه التعاون المشترك التي تسعى إليه الكلية مع الجامعات الصينية. شهد اللقاء الدكتور صالح عبد المعطي عميد كلية السياحة والفنادق بالأقصر وتيان لو مستشارة التعليم بالسفارة الصينية بالقاهرة ومسؤولي التطوير والتعاون الدولي بلجنة التعليم بمدينة بكين. انطلقت فعاليات منتدى دندرة الثقافية الثالث تحت عنوان القراءة في مصر واقع وحلول في سرادق كبيرة بقرية دندرة بحضور هاشم الدندراوي رئيس مركز دندرة الثقافية وكمال شلبي السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ولفيف من الأدباء والمثقفين على مستوى العالم العربي وبمشاركة آلاف من أبناء قنا وقرية دندرة. بدأت فعاليات المنتدى بكلمة رئيس مركز دندرة الثقافية ألقى خلالها الضوء على المشاهد المفجعة التي تهدف لإشعال الفتنة في رحاب العيش المشترك وخلخلة الأخوة المجتمعية التي تربط ما بين المصريين جميعا مسلمين ومسيحيين، مؤكدا أن هذا الواقع الأليم لن يجرح مسيرتنا بالخيبة ولن يطفئ الهمة في إرادتنا العازمة على الإصلاح الإنساني. فيما ألقى الدكتور هاني رسلان مدير مركز الدراسات الاجتماعية والتاريخية ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية كلمته التي أشاد خلالها بما حققه المنتدى عبر الدورتين السابقتين في أن يبث قدرا كبيرا من الحيوية في المجتمع الثقافي في جنوب مصر، كما أكد أهمية القراءة وأنها لم تعد محل نقاش أو جدال، فالقراءة حياة وهي تتجدد مع كل كتاب، مشيرا إلى أن نجاح المنتدى يؤكد أن قوى الصعيد الذاتية تمتلك الكثير من الطاقات المهدرة وقد حان الوقت لتجميع هذه الطاقات لبدء مسارات جديدة تعلي كل ما هو إيجابي. كما تحدث محمد جمال الغيطاني عن تجربة والده الراحل ورحلته في دعم الثقافة مضيفا أنه سعيد بالتواجد في هذا الحدث الثقافي مقدما الشكر والامتنان لمركز دندرة على لمسة الوفاء التي وجدها بتكريم والده الروائي والكاتب الكبير جمال الغيطاني. وإلى هنا قد وصلنا إلى نهاية البانوراما الإسبوعية، دمتم في رعاية الله.